وكذلك الذين قدحهم التاريخ وظلمهم التاريخ، الدولة النبهانية. الدولة النبهانية كان فيها علماء، واستطاع سلاطين النباهنة أنذاك أن ينشروا الأمن والاستقرار في عمان. والدليل على هذا أن السلاطين النباهنة كانوا يخرجون إلى الحج، ومن الصعب أن يخرج ملكا وحاكما يتربص به من كل مكان إلى الحج ويجهز عليه، لكنهم كانوا يخرجون إلى الحج، دليل على الأمن، دليل على الأمان الموجود في ذلك الوقت والزمان. بل أن سلاطين النباهنة اشتهروا بكثرة ذهابهم إلى الحج، حتى أن ابن بطوطة أثنى على بعض سلاطينهم قال: وصلت إلى عمان ووجدت أن سلطانا نبهانيا يحكمهم، يجلس عند باب داره يسلم عليه الناس، يصبحون به أو يمسون له، وكانوا يطلبون حاجاتهم وينفذها في تلك اللحظة. هذا من ثناء ابن بطوطة على أحد سلاطين النباهنة. كذلك فيهم العلامة خنجر بن رمضان النبهاني، وفيهم كذلك العلامة مسعود بن رمضان النبهاني، كانوا من كبار العلماء ومن كبار الفقهاء. العلامة مسعود بن رمضان هو أحد العلماء الذين بايعوا الإمام ناصر بن مرشد، وفي نفس الوقت كان أحد قواد الإمام ناصر بن مرشد رحمه الله تبارك وتعالى. إذن هذا ما قدمه أهل عمان للأمة، خدموا الأمة بأن جعلوا الإسلام آمنا وأوطانهم آمنة، لأنه من الصعب أن الإنسان يكون أو يستطيع أن يعبد ربه تعالى على حسب ما يريد، والصواريخ تنهال عليه من هنا وهناك، أو العدو يتربص به، غير آمنة البلاد، لا يستطيع أن يخرج إلى المسجد، لا يستطيع أن يزور أرحامه كما هو الحاصل في البلدان التي ابتلاها الله عز وجل بالخراب والدمار والحروب والرزايا. ونسأل الله تعالى أن يحميهم، كما نسأله سبحانه وتعالى أن ينصرهم على القوم المعتدين.